Assalamu alaikum. The great Eid al-Adha is here. It's the day Muslims perform qurbani. What is qurbani? Qurbani is a sacrifice of an animal so we can share with those in need. It's a type of ibadah we do for the sake of Allah. It cleanses our soul and wealth for Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah is the greatest. Eid Mubarak and a Hajj Maqbool from us at Unique in Pharmacy. As temperatures drop and winter grips the country, the less fortunate in South Africa are preparing for the harsh realities that this season brings. Africa Muslims agencies on the ground distributing blankets, clothing and other essentials to thousands across the country. Sponsor a winter warmth pack for 280 rand to provide blankets, winter clothing and candles to families in need. Donate via Africa Muslims Agency and help us to spread warmth this winter. Africa Muslims Agency. Commemorating 35 years of empowering, educating, inspiring. Alone, we can do so little, but together we can change the world for better. Anur Educational Center helps orphans to live a better life. We support them with hope to secure a brighter future. Sponsor an orphan for 18,000 Rand or 1,500 Rand per month. Anur Educational Center, a place where orphans call home. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم خلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعة ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيث كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يغسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من وفي ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. All praise is to Allah subhanahu wa ta'ala. We pass our peace and blessings to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shumma mubarak to all. You might be wondering where Sheikh Alexander today. Well, we've borrowed him to Habibiyah Sufi Masjid just down the road. So inshallah we'll be back next week. But we are fortunate enough today to have a guest speaker, and I feel honored to be able to introduce him as well. He's a well-known person in the community. He's 82 years old, performed 49 Hajj as part of his services to the Hujjaj. He's the Imam of the Mowbray Masjid, where he served as an Imam for 53 years. He's also a member of the Crescent Observer Society, so you'd have seen him when it's our Ramadan Eid, one of the key figures and making the call. I need to first thank our Hafiz, Zahir Hanika, for his melodious recital just at the start. He is a student of Sheikh Lond. So mashallah and shukran to Zahir. So I'd like to introduce our speaker for today, none other than Imam Yusuf Pandey. Shukran jazilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Respected brothers and sisters in Islam, all praise and thanks is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the cherisher, the sustainer, the creator of the universe, sending salutation on our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his family, his companions, and all his followers until the day of Qiyamah. Amma ba'd, I thank Mr. Sattar, Haji Sattar Parker, and Sheikh Abdul Rahman Alexander to invite me to Masjid Quds. I was here several times. My topic today, it is to do with the Hajj. It is in the month of the Hijjah. And our Hujjaj has arrived from yesterday and coming also today and at the weekend, inshallah.
The first thing is that when we heard that the Hajjaj has arrived, and we watch the Hajjaj on television, when they win for the 5 days of Hajj, starting from Yawm Tarwiyah, and that is the 8th day of Zilhijjah, preparing themselves to get ready for the next day, and that is Arafah. And imagine we put us in the same situation for those who have been there. And we watch on television how they're moving. MashaAllah, to see they are in Ihram and they labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wa mulk la sharika laka. Oh Allah, yeah I am. And they're moving from there, performing their 5 salah, and the next morning getting ready to move to Arafah. Arriving at Arafah with Talbiyah. And when the time came of wukuf, and that starts here at the time of Salatul Dhuhr, all those Hujjaj standing there, Ya Allah, we are performing our Salah of Dhuhr and we are appealing to you, O Allah, forgive us and forgive all my Muslim brothers and sisters who are not with us. I beg you, O Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala comes so near the first sama, and he boasts with the angels and say, Ya Malaika, look how my makhlukats have come with this evil hair in the ihram and coming to beg forgiveness. And today of wukuf, I have forgiven them. Allahu Akbar. Like I was standing the year in 2019, before the epidemic, standing on Arafah, and imagine our Hujjaj getting the rain. And yeah, our Hujjaj. And yeah, our Hujjaj, they got 40 degrees of heat on Arafah, mashallah. It just shows how Allah is. And that Allah said, today I have given you. Oh Allah, after that, they are moving now. In the time they had done all the a'mal, and hereby, starting before Maghrib, they are moving with the talbiyah. And where do they go? To Muzdalifah. Coming to Muzdalifah, making the salah of Maghrib and Isha, and picking up the pebbles. And that pebbles will be for the Jamarat in Mina. And in the next, moving
and moving to Mina just after midnight. And after midnight, they are coming around with labaik, and from there, making the Fajr Salah and coming to the Jamaratu Aqaba with seven pebbles and picking up with takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. And after that, they ping and throw the first pebble to Aqaba. Bismillah, Allahu Akbar, Raja man shaytani bihizbi. From now onwards, I've thrown Aqaba. Curse is the Satan and his party. And we say, from now onwards, I will never listen to shaytan. I want to be the makhlukat which Allah subhanahu wa ta'ala has chosen to be the guest of Allah. And after that, making qurbani and done shukr and release ourselves, cutting our hair, to come out of Ihram and going down to Makkah to make tawaful ifadah. Allahumma inni uridu tawaf baitika al-haram fayassir li wa taqabbal minni sab'a tawaful ifadah. Bismillah, Allahu Akbar, going around. And after finishing, we have to be back at Mina for the 3 days of Tashriq. Throwing the Jamarat, Jamaratul Ula, Jamaratul Wusta, Jamaratul Aqaba. And that 3 days, you are just busy with Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody else but Allah. And when the third day comes, leaving Mina, going to Makkah to make the tawaful wida. Once you make that tawaful wida, it is farewell. We are going to leave Makkah now. We were so used to Makkah and Medina and the 5 days of Hajj. It is sad because we were used to. In another way, it is happy because now we are looking forward to go to our families and they will welcome us. And what do they say? Hajj Maqbool, Hajj Mabroor. And I want to advise from those families where the people is coming, the Hujjaj is coming, give them a welcome. And once before they enter the house, tell them, make dua for us. Because their dua is more mustajab because they are fresh from Arafah. And Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven them. And that is why I also want to give advice for those who haven't been on Hajj yet. Make your niyyah. Put away and say, this is for my Hajj, inshallah, one day. And we must say, inshallah. Inna
a'malu binniyah. Everything that you do, there must be intention. And with that intention, although some people will say, how long it going to take to save? Remember, if your niyat is sincere, your saving will grow. You wouldn't know where does it come from. And that is what I can tell my brothers and sisters, make your niyat, inshallah. One day, go and visit the Baytullah. Where we were, you will see. And that's why when our brothers and sisters arrive from Hajj now, let them make dua for you. And ask them and tell them, before you're going to sit with your people, perform 2 rak'ah shukr. Tell them. First thing, to thank Allah subhanahu wa ta'ala who has taken you from here and brought you back safely to your family. And then you can speak to your family of people and tell them the beauty of Hajj. The beauty of Hajj. How people must be. And remember, the Hajj has learned us the 5 pillars of Islam. An tu'mina billahi. Shahadatu an la ilaha illallah. Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamu salah. Wa ita'u zakah. Wa sawma Ramadan. Wa hajjul bayt. Man istata'a ilayhi sabila. This is the Hajj. And once we overcome it, remember, forget about your tempers. Don't be angry. Don't be insulting one another. Don't hurt another one. Don't have that pride in you. Because Hajj doesn't do that way to you. Hajj make you that you be on the ground. Lower yourself. And inshallah, once you are that person, you can say, mashallah, Allah has maqbool his or her Hajj. So brothers and sisters in Islam, that this is my advice to every Muslim, male or female, ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect you, to guide you, and to share with you whatever you are longing for. And that is the dua that we make. And we ask Allah, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina min kulli bala'i ad-dunya wa adab al-akhirah. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير غزايا ولا مختونين يا رب العالمين. So we ask Allah to take away the calamities in our country, and inshallah for those who are going next year for Hajj, inshallah, just learn. Important to go and learn your Hajj. Go to your ulama and learn it properly. Don't hear and don't take books and say, it's easy. I can just take the book and go and perform a Hajj. You must have somebody to teach you, the right way. Then we will fear Allah more. Inshallah, shukran for listening to me. May Allah guide you and bless you. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, Imam Pandey. So for those who came a bit late, speaker was Imam Yusuf Pandey, 82 years of old, and he's got 49 Hajj behind him. So the wisdom and the nuggets that he shared with us today, inshallah, may we all reflect on that, and inshallah, may it become an intention and a niyyah, and may Allah accept, inshallah. Ameen.
Yusuf Pandi, Imam Yusuf Pandi is also the Imam of the Mowbray Masjid for 53 years now, and also quite a key player in terms of a member of the Christian Society, Observer Society, that determines whether Eid is on Eid Day. Just some announcements. We'd like to thank those who supported our Qurbani efforts and requests for donations for the soup kitchen. Again, our soup kitchen serves around 5,000 people on a weekly basis. So your donations of your Qurbani is very much appreciated. We've had an overwhelming response. So if you are still intending to donate, you can contact the gift shop, Auntie Zahira, and she will facilitate receiving your donation. Just some announcements around the Hujaj, inshallah, will be returning. We've got Mubin and Rabia Bandika, Hafiz Jaffa and Rabia Parker, Mujib and Zarina Gangrika, and Maksud and Sajida Faki. We'd like to request the Imam to make dua for those people that's not too well, including Halima Sorwe, Rahma, daughter-in-law of Auntie Nadima, regular Musalli. We also like to make dua for the highest place in Jannah, for those that's passed on, specifically Inayatul Abdullah Ulday from Repulse Road, Khatun Parker from Tissen Road, as well as Mirunisa Jainuddin. And just before we start with the adhan, I'd like to request the gentleman in the masjid just to stand up and fill the gaps. What we find on a Friday is when the salah starts, that there's a lot of space that frees up, and there's a lot of people that's outside that we want to bring into the masjid. So if you don't mind just getting up for us and filling the safs, I'll give it a minute or so. We also encourage those that's outside to come into the masjid. Just helps create a continuity around the salah and where you're sitting and standing as well. So there's a lot of space upstairs as well as in the masjid and the courtyards. So for those that's outside, we do encourage them to come into the masjid. This is some place on the left-hand side as you're coming in, as well as on the right-hand side. So for those in the courtyard, there's some lots of space inside the masjid. Okay. Shukran jazilan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. رب اختم لنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعل بيته الحرام للناس أمنا ومثابة وزاده سبحانه تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة أحمده تعالى وأشكره وأسأله توفيقا وتوبة والإنابة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله مصطفاه والخليله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والإصابة والنحوة ونجابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عنه من حج فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن أحسن كلام الشافعية كلام لا تخافية والله سبحانه وتعالى يقول وبكول يهتد المهتدون وإذا قرأ القرآن لا يسجدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك أيضا الحج أسر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأخذكم ونفسي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف نفادك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه اجمعين الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة ومشاركة نساء البشر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر وأعلموا أن الله صلى الله قديما فقال لم يزل قائلاً عليماً وآن حكيماً تنبيه لكم وتعليماً وتشريفاً لقدر النبي وتعظيماً إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن العربد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أزواج رسول أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. يا نور نور، يا عالم الصدور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم. اللهم في مرضانا، اللهم في مرضانا، اللهم في مرضانا، وارحم موتنا يا رب العالمين. اللهم رب الناس للبحث استي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء هذه السقمة، ونزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين. عباد الله، إن الله يعمل بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يعظكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا يرحمكم الله وتراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك، ونسألك توبة ومغفرة إنه هو التواب الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة لوحده، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع صلاة أعمالنا واستغفارنا وتحليلنا وتسبيحنا ودعاءنا. اللهم تقبل من القليل وسامح من الكثير، ولا تؤاخذنا بالتقصير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا وأنك ربنا والنصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. قبل الله منكم. الله تقبل. قبل الله. السلام عليكم. The great Eid al-Adha is here. It's the day Muslims perform Qurbani. What is Qurbani? Qurbani is a sacrifice of an animal so we can share with those in need. It's a type of ibadah we do for the sake of Allah. It cleanses our soul and wealth for Jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah is the greatest. Eid Mubarak and a Hajj Maqbool from us at Unique Pharmacy. As temperatures drop and winter grips the country, the less fortunate in South Africa are preparing for the harsh realities that this season brings. Africa Muslims agencies on the ground distributing blankets, clothing and other essentials
to thousands across the country. Sponsor a winter warmth pack for 280 rand to provide blankets, winter clothing and candles to families in need. Donate via Africa Muslims Agency and help us to spread warmth this winter. Africa Muslims Agency, commemorating 35 years of empowering, educating, inspiring. Alone, we can do so little, but together we can change the world for better. Anur Educational Center helps orphans to live a better life. We support them with hope to secure a brighter future. Sponsor an orphan for 18,000 Rand or 1,500 Rand per month. Anur Educational Center, a place where orphans call home.